إذن ماذا لو حكمت النساء العالم؟ الإجابة كانت رؤية سينمائية افتراضية قدمت من وجهة نظر رجل، إمكانية التعايش مع مجتمع يحكمه النساء. مع هذا المقطع من الفيلم السينمائي اللبناني نسوان ليش لا، نتابع هذا المقطع ثم نعود لنتحدث عنه. حاجي تبكوا علي كان ماضي راح ومن زمان. غصب عنك بدك تبيعني؟ انا غصب عني بدي بيعك؟ ايه غصب عنك لمرة شممتيني على نص كيلو لحمة. طولي بالك لكم مرة كمان، ولي انا بدي اقتلك ولي بدي اقتلك. حكمت المحكمة على صابر اللحام بالسجن لمدة 3 سنوات. المرة انقضت ب3 سنين، ما بتجيب تروح فيها مقبض. البيت راح، ملحمي راحت، ما عارفين حالي شو بدي اعمل. نسوان ليش لا من تأليف يوسف سليمان وإخراج سام إندراوس ومن بطولة مجموعة من نجوم لبنان على رأسهم ليليان نمري وأنطوانيت عقيقي وميشيل سليمان والياس الزايك، وهو عبارة عن كوميديا سوداء تنطلق من واقع افتراضي ينقل السلطة من الرجال إلى النساء في لبنان. تدور طبعا الفكرة حول اللحام صابر الذي لا يتوقف عن التهديد بالساطور إلى أن يصفع امرأة ويهددها بالقتل لأنها اصطدمت بسيارته. هذا يدخل الشاب إلى السجن ليخرج منه إلى عالم انقلب 180 درجة. النساء قمنا فيه بثورة على الرجال واستولينا على حقوقهن كلها وحكمنا البلد. الله ظلم، هي اللي اعتدت علي. فضلا في كتير اشياء عملوها النسوان لما استلموا الحكم، في إنسانية أكثر. لحظة لحظة حبوا لكن هيدان لشو؟ إيمان يعني؟ بشتغل معي بمكتب الخدم، بشتغل صانع. إذا بدكم تلعبوها هيك. شو صار؟ زعمت أهلي. أي هدوء، أي هدوء يا ماما، طلع على وشه كيف هو؟ لك روح ولا أروح وجهه، عم بتبسس كمان. شو يا؟ حلقوا لك؟ نحن هلا بالمعركة. والقوي فيها هو نحن. أنت ما رح تشوفهم، أنا رح أخذك لعندهم. تشرفنا. تشرفتوا. شباب ضايعة، ما لقي حدا يدبها. إذن كيف يتأقلم صابر اللحام مع هذا الواقع الجديد؟ كيف يواجه تحرش إحدى معجباته واستفزاز إحدى العاملات وضغوط مسؤولة الحكومة التي تريد تجنيده للإمساك بأعضاء الجمعية الإرهابية المطالبة بحقوق الرجال؟ هذا ما يجيب عنه هذا الفيلم القائم على فكرة لطيفة ربما تلقي الضوء على بعض المطالب النسائية مثل حق منح الجنسية وحمايتها من العنف والاحتفاظ أيضا بأولادها، وذلك بأسلوب طريف وساخر يختصر معاناة المرأة وتعسف بعض الرجال في منحها حقوقها. كيف يطرح هذا الفيلم الأزمة البديلة إذا ما منحت المرأة حقوقها؟ شو رأيك جريم؟ الحمد لله أنه فيلم. الحمد لله أنه لن يصبح حقيقة. لا يعني هو مثير للاهتمام، يعني زاوية أخرى لربما يتم تناولها، ولكن بالنهاية هناك من سيكون سعيد، ولكن هل تستطيع المرأة على الرغم لو قامت بمئة ثورة أن تفقد حنيتها ورقتها وتصبح بهذه القسوة؟ طيب ما هذا يعني عم يعطيك جانب جميل. يعني هلا يمكن هون بتفاصيل الفيلم نشوف جرير أنه هو فعلا معالج بقالب كوميدي، أنه البنت عم تقوم بدور الرجال، وطبعا في أكثر من حدا طرح هذا الفكرة حتى عبر أفلام عالمية، بس الفكرة أنه في لبنان يعني هي الخلطة بتجي شوي مهضومة. الجميل بأنه الرجل من قام بهذا تماما، واللي كتبها بدي أقول لك بس تنويها أنه رجل، هو يوسف سليمان وهو الذي يؤمن بالمساواة ما بين الرجل والمرأة. وبدي نوه أنا بس هون أنه كلمة مساواة لا تعني أن تتحول المرأة إلى رجل، ولكن أن تتساوى الحقوق فقط، وبتضل المرأة مرأة والرجل أنا رجل. أنا لا أختلف معك، أنا لا أختلف معك داري، أنا موافق تماما على المساواة ما بين الرجل والرجل. ولكن هل تعتقدين أنت من وجهة نظرك كأمرأة أو أنت أيضا داري أنه لو يعني كانت الفرصة هناك لنتقمص أو تتقمصين دور الرجل بشكل أو بآخر، هل هناك قابلية لأن تكون هذه الفكرة يعني قابلة للتطبيق بالحياة؟ بدي أقول لك شغلة بس اليوم النساء هن عم بيقوموا بدور الرجال فعليا، لأنه هن عم بيشتغلوا صار أي نوع من أنواع العمل. يعني الفكرة أنه بدك الرجل لحتى يوصل لنص مرة
لأنه الرجل مش قادر اليوم يولد، مش قادر يصير عنده حالة حمل، مش قادر يربي، مش قادر يقوم بكل هاي المسؤوليات والأعباء بما أنك أنت أم. وبعض الأحيان الرجل هو الذي يعني يدفع المرأة ربما أن تصبح رجل. تمام، الفن الآن لنا هل بالفعل بدأ يتجه أكثر في هذه المرحلة لأن يعالج هذه القضايا التي يعيشها على الأقل مثلا المجتمع اللبناني؟ منال العاصي هي أحد الأشخاص التي انضمت يعني أول آخر الضحايا آخر الضحايا الذين في لبنان. بدي أقول لك مش بس منال العاصي، اليوم هناك حالة عنف ضد المرأة يعني وليس فقط في لبنان. أنا بدي أقول لك يمكن بلبنان جربوا أنه هلأ يعملوا حالة ثورة إذا بدنا نقول على القوانين القديمة، ولكن في سوريا أيضا هذا الموضوع، وأيضا في الأردن، وحتى بدي أقول لك إجمالا في بلاد الشام والخليج حقوق المرأة لسه بدها كتير وقت لحتى توصل للمكان الذي يليق بمكانتها أيضا في المجتمع. بينما نحن منشوف أنه مثلا بالمغرب العربي وتونس قدروا أنه يطلعوا من هي الحالة. في لبنان أن تقدم هذه الفكرة بشكل كوميدي هو شيء لطيف، أن يسلط الضوء بعض الشيء على حقوق المرأة وما يليق بها. أنا أعتقد بأن المرأة يجب أن تبقى مرأة وأن يكون هناك أكيد. رجل يحافظ أكيد. على المرأة ويعتني فيها. لديك ما تنهينا به؟ بدي أنهي بأغنية جميلة جدا للفنانة اللبنانية كارين عيد، وهي أغنية في النسوان ليش لا، الأغنية بعنوان ليش لا، وهي من كلمات وألحان وتوزيع كارين عيد. خلينا نسمع مع بعض الأغنية الجميلة جداً.